الفستان ده موجود حالا وحصري على قناتنا الخياطة أسهل مع أم عبد الرحمن، لأنكم شجعتونا وعملتوا لايك كتير في القناة. احنا كمان قررنا نرد الجميل ونعمل أسبوع خياطة في قناة الخياطة أسهل مع أم عبد الرحمن، وياريت لو كل متابعينا يعملوا كده على قناتنا التانية خياطة وتدبير وإعادة تدوير، عشان نعمل لكم أسبوع حافل من الخياطة إن شاء الله. الفستان ده تكلفته 100 جنيه بس، والفستان كبير وطويل زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني يقضي زي عروسة كده إن شاء الله. بشكركم جدا جدا، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة هنعمل الفستان اللي انتوا هتشوفوه على الصورة بتاعة الفيديو، وعشان نعمله لازم أحفظك الباترون كويس قوي قوي علشان تعمليه لأي سن لأي عمر، عشان تبقي متأكدة ومطمنة، عشان القماش اللي هتجيبيه ما يبقاش يعني ما يبص منك، وتعرفي تكوني متمكنة خلاص. يعني أنا هشتغل بإذن الله ولا على طريقة أم عبد الرحمن، وهعمل الفستان وهوريه لها على الفيسبوك على التليجرام على أي مكان. المهم إن شاء الله نبتدي مع بعض على بركة الله، ونعمل لايك ونبتدي على بركة الله. بصوا يا سادة، المانيكان ده